مساء الخير على كل مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مشواري. أهلا بك يا إبراهيم. أهلا بك يا نور. أهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان، وإن شاء الله نقدم لكم حلقة مميزة إن شاء الله. إن شاء الله. الحلقة اللي فاتت يا إبراهيم اتكلمنا عن قضية من أهم القضايا اللي أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، وهي قضية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة الشروق. ورصدنا كواليس القضية من بدايتها بالتفصيل، وكان معانا عبر الهاتف الدكتور عمرو عبد المنعم، محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف فتاة الشروق حبيبة الشماع، واللي كشف العديد من التطورات الخاصة بالقضية، واللي كان أبرزها إن موكله بريء، وإن اللي رشه في العربية معطر شعبي من ماركت سكيب ومش مخدر أو منوم. كمان قال إنه مفيش إسبري أو رش بينوم حسب ما أخبروا بعض المتخصصين في التخدير، وإن اللي بينوم هو إسبري الأفلام اللي بيروج للمعلومات الخاطئة والمغلوطة للمجتمع. إحنا كان نفسنا ينضم لينا الدكتورة منى جاد أستاذة التخدير، لكن هنتواصل معها تاني. لكن معانا حاليا الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. أهلا بك يا دكتور. دكتور جمال، دكتور جمال معانا؟ طيب، هو دكتور جمال هنتواصل معاه تاني. انت شايف ايه يا ابراهيم؟ بصي، هو طبعا يعني انا شخصيا عملت بحث حوالين فكره هل في فعلا سبري او حاجه ممكن يتم رشها فتساوي عمليه تخدير او كده، وسالت حتى اطباء تخدير اصدقاء، يعني هم كلهم نفوا المساله دي. بس انا عايز اتكلم هنا على مساله مهمه بقى. يعني احنا عندنا العقل الجمعي للمصريين في مجموعه من القناعات والمفاهيم المتاصله فيه من بدري، اللي هي من ضمن وممكن يكون مصدر المرجعيات او القناعات ديت دراما. فاحنا ما فيش حد مننا ما شافش مسلسل او فيلم ريا وسكينه، والمشهد اللي راسخ في عقول كل الناس ان ريا او سكينه الضحيه بتاعتها بتجيب زي قماشه او حاجه بتحط عليها ماده احنا نفهم او بالايحاء انها مخدره وتعمل كده وتقوم. ففي النهايه فكره ان ممكن يبقى في سبراي بيخدر او كده، احنا ممكن يبقى جوه اذهاننا في العقل الجمعي للمصريين عندنا المعلومه، لكن هي علميا مش موجوده. حتى عايز اقول لك في مداخله المحامي المتهم المره في الحلقه اللي فاتت، هو نفسه قال على الهوا، قال ان انا رحت سالت اطباء تخدير عشان خاطر اعرف الموضوع ايه، وان هو قبل ما يسال كان متخيل ان في سبراي بيخدر فعلا. جزئيه خطيره يا ابراهيم. احنا المواطنين مترسخ في عقولنا ان اي رش هنقع ونتخدر. عشان كده البنت خافت مجرد ان هو ما رفع السبراي ورش، قالت لك هيخدرني هيموتني. ما هو 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 هنا انت عارفه، يعني برضو كنت في مناقشة مع صديق قانوني، يعني الرئيس السابق رحمة الله عليه مبارك، هو تم محاكمته في واحدة من القضايا بالامتناع عن حماية المتظاهرين. يعني هو ما قتلش متظاهرين في ثورة 25 يناير، لكن هو امتنع من وجهة نظر المحكمة عن اتخاذ إجراءات تحمي المتظاهرين او تطمنهم او تامنهم. فهو هنا قائد السياره، هو رئيس جمهوريه السياره بالبلدي زي ما بيتقال في الشارع المصري، يعني قائد سياره اوبر هو المتحكم في عجله القياده، هو اللي تحتيه دواسة البنزين وتحتيه دواسة الفرامل، هو اللي يعرف يعني هنا الربط اللي عايز اربطه ايه يا نهى، ان هو هنا يحاسب على ان هو امتنع صحيح عن ان هو يطمنها ويزيل التوتر والقلق اللي تسرب اليها. طب تعالى ناخد معانا مداخله من الدكتور وليد هلدي، استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور معانا. يا دكتور اهلا بيكم ودايما منورين. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام عليكم دايما يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. تعليق حضرتك ايه على قضيه حبيبه الشماع، وهل السائق ده كان عنده اضطراب سلوكي؟ يعني احنا خلينا نتفق، عاوزين نفرق بين حاجتين، بين الاختبارات اللي بيعملوها للسواقين اللي هي اهمها الكشف عن المخدرات، وبين اضطراباته الشخصيه. بمعنى ان انا ممكن السواق بينضم لاي هيئه بيقدم فيشو تشبيه، بيقدم تحليل مخدرات، فيبدو ظاهريا انه انسان كويس وسليم وسوي، ولكن في عورات نفسيه ممكن تكون في تركيبته النفسيه احنا مش شايفينها. وبناء عليه انا بنصح اي حد يجي يركب اي عربيه لازم يعمل الآتي: أولا يشوف المتلازمات بتاعة السواق وردود أفعاله وهو ماشي، هل تتناسب مع طبيعة الموقف ولا لا؟
بيزنق على اللي ماشي جنبه، بيزعق لحد، بيولع سيجاره، بيبص لي في المرايه كتير، فاخلي بالي من ده. يضاف لكده ان يحبذ ويفضل ومستحب ان انا ما اتكلمش معاه في اي امر من الامور خالص. يعني حتى انا بشوف بعض السواقين، طب تحب تسمعي ايه يا هانم؟ المفروض ما تردش عليه وهو سواق، وانت ليكي وضع معين هتقعدي معاه نص ساعه اللي هي وقت الرحله، ما تحتكيش بيه بعد كده او اثناءها خالص. بس انا شايف ما فيش اي تبادل. اتفضل. شايف يا دكتور ان 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 حبيبه الله يرحمها رصدت ده وعملته فعلا، لان قيل ان هي قالت لوالدتها في المكالمه، قالت لها ان شكل السواق كده بيتصرف بطريقه مش مظبوطه، فهي رصدت ده فعلا وسجلته. طبعا ما نعرفش بقيه يعني بقيه مجريات الدنيا. ده كويس. المفروض بقى بنعمل ايه؟ المكالمه دي تبقى بحس عالي مسموع علشان يعرف ان في استغاثه، ولو ان في اطراف اخرين يعني على علم ان في اخرين مشتركين معاهم وقاعدين معاهم في العربيه، حتى لو مش موجودين فهم متواجدين. فده برضو ألارمه، ده مهم جدا. طيب لقيت وتيرة الأمور بتتصعب، لازم فورا أنزل، ومش شرط أطلب منه النزول مع أول إشارة، إن أنا أقول له بس لو سمحت نوطر جاي نزل على طول، أو أستغيث بعربية تانية ماشية أنزل الإزاز وأستغيث. يعني يبقى فيه عدة أمور. هل يا دكتور هو اللي عايز اقوله يا دكتور، طبعا اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا وهايل، مش بالضروره ان انا افصح عن النوايا. يعني انا لو خفت مش لازم اقوله انا خايف نزلني، يعني 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 اي طريقه تانية للنزول منطقيه شويه يعني، واخرج من الموقف يعني. لكن هو طبعا مش بالضروره بيتوفر لكل الناس في كل الظروف. يعني حضرتك بتفترض فرضيات معينه ممكن تتاح لحد وحد تاني لا. ان هو انت كنت عايز اسالك، انا كنت عايز اسالك سؤال يعني من شقين، هنتكلم على حبيبه وعلى السواق. حبيبة، نعم. هل تصرف حبيبة ده انها تفتح العربية وتنزل مرة واحدة، هل ده بيدل على ان في اضطراب في شخصيتها؟ وكذلك لا السائق. مش عاوزين نقول بصي حبيبة دلوقتي بين ايادي الله. تمام. انما خلينا نقوله ايه عشان نطلع بدروس مستفادة للي جاي. ما الفزع ما ينتبنيش، ما يبقاش عندي مخاوف يعني تضخمية قوي، الاقي حلول وده مهم، منطقية وعقلانية، ما تبقاش حلول تؤذي بحياتي. نطلع بالدرس من اللي عملته حبيبه الله يرحمها، ولعلها دلوقتي لو هي يعني بين ايادي الله انما قدمت درس لكل اللي جاي. صحيح. بحيث ان هو ما يمشيش على نفس المنهج ويؤدي بنفسه للتهلكه. ما هو ده يا دكتور بعد اذن حضرتك على فرضيه ان حبيبه خدت القرار وقفزت، وان هي كان عندها حلول تانية. يعني لسه في جزء من الروايه مازال بيكتنف الغموض. أكيد. لان أكيد. احنا بنسمع روايه من طرف واحد. بس انا عايز اقف عند مع حضرتك عند ايه كريمة في سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، بيتكلم فيها على أصحاب الكهف. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو هي دي الجملة بقى، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ده مفاده ايه يعني الجزء الأخير من الآية الكريمة؟ يعني على حسب ما أنا يعني فاهم، واتمنى ان يكون فهمي صح، يعني ان ممكن الانسان يطلع على مشهد يشوف مجرد اطلاع يعني مفزع، يملى خوف. يعني شوف التعبير القراني، يعني اتملى خوف، وكان رد الفعل لوليت منهم فرارا، ان هو هيهرب. وقد يكون حتى في حاله هروبه هو مش بيفكر في الوجهه اللي هو متجه ليها او عقبات وتبعات الهروب ايه. فهل ده ينطبق على يعني على افتراض المعلومات المتاحه عندنا عن الحادثة، هل ده ينطبق على واقعة حبيبة الله يرحمها؟ هو زي ما حضرتك قلت، الحقيقة بيبقى ليها عدة أوجه. احنا بنتكلم من ظاهر الأمور أو من ظاهر الأوراق. موتيح يعني المعلومات. طبعا. إنما ممكن هل في احتمالية مع أي حد ممكن تحصل له إن يلتبس عليه بعض الأمور؟ وارد. هل في ناس بيبقى عندها بعض المخاوف المرضية اللي بتخليها تدي أمور غير عقلانية للموقف؟ وارد. هل في ناس ممكن يجي لها بعض الوساوس او عندها خبرات سابقه سيئه مشابهه، فبالتالي لما بتشوف بعض المؤشرات تستدعي خبراتها السيئه من اللاشعور وتتصرف على اساسها؟ طب انا هقف مش على اساس الواقع برضه. وارد. هقف عند النقطه دي حضرتك، وحضرتك طبيب نفسي. حبيبه النهارده يعني هل الشخص اللي ممكن يكون بيخاف من حاجه يروح لها ويبادر بان هو يروح لها؟ بمعنى حبيبه هي اللي عرضت على والدتها ان هي تاخد عربيتها الخاصه وهي تستبدلها بخدمة أوبر. فهل لو هي عندها فوبيا أو عندها وساوس أو عندها أي مشابه، هل هي كانت هتلجأ لأوبر؟ هل دي لا حاجة؟ لا، هي الخوف. هو الخوف مش من ركوب العربية الأجرة. ده الخوف. الخوف ما بيبقاش من كده. الخوف ممكن حضرتك من خلال بعض السلوكيات
اللي حصلت ممكن من السواق اللي قد تكون عاديه جدا المستجدات يعني فنتيجه المخاوف اللي عندها او الخبرات السلبيه اللي عندها السابقه هتطلع مؤشرات تانية تضخميه شويه، ده ممكن يكون ده رد الفعل. ده احتمال، انا مش بتكلم ده احتمال طبعا طبعا مش بتكلم على حبيبه كشخص، انا بديك تفسيرات اللي ممكن يحصل في الموقف ده يعني. لان المخاوف المرضيه دي معناها ايه؟ معناها ان مفيش امر يستدعي الخوف المرعب اللي الانسان فيه ده، هو خوف غير عقلاني، يعني خوف مش حقيقي، انا اللي بجسده لنفسي وبديله التجسيد الكبير ده، فبالتالي يجي لي بقى اضطراب، ابقى مش عارف اعمل ايه، الغي الحلول المنطقيه، اتي بحلول لا عقلانيه، وبالتالي ممكن القي بنفسي للتهلكه. او ممكن يا دكتور كان هو ده التصرف الوحيد اللي قدامها، ما كانش فيه تصرف غير انها تجري زي ما ابراهيم كده قال من الفزع انها تفر من الشكل المخيف ده. لكن انا عايز اسالك يا دكتور، هل الاضطرابات السلوكيه للشخص ده ممكن انها تعفيه من المسؤوليه؟ لا، واحنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين الاضطرابات السلوكيه والاضطرابات العقليه. الاضطرابات العقليه دي لو واحد ذاهب العقل وبالتالي اتى بجريمه تتماشى مع نوع المرض، ممكن طبعا تعفيه. بمعنى انا راجل دلوقتي عندي فصام، يعني مؤمن بفكره ان في دول معاديه عاوزه تقتلني عشان راجل ليا مثلا منظر وليا اراء او بعمل اختراعات ودكتور مشهور، فبناء عليه لما ابقى ماشي في الشارع والاقي حد يعني شكله مسلطوي شويه فابتدي انا اقتله عشان انا خايف ان هو يقتلني، ممكن اعفى من الجريمه هنا، لان نوع الجريمه متماشي مع نوع المرض العقلي. انما لو قتلت جاري، لا، الجريمه هنا مختلفه ملهاش علاقه بالفصام. طب دكتور اتفضل يا فندم. اتفضل. لا اتفضل حضرتك. بمعنى ايه؟ ان انا لو انا دلوقتي اي جريمه بترتكب في ضوء المرض العقلي مش الاضطراب النفسي، هنا القانون بيدي لها اكسبشن. انما لو انا بعمل جريمه على اعنتها او لا ترتبط بنوع المرض العقلي او مرتبطه بخلل وعوار سلوكي، لا طبعا بينزل عليها العقاب. طب دكتور يعني طبعا بيبقى فيه تاثيرات مباشره وتاثيرات غير مباشره لاي حدث، يعني احنا عايز اناقش مع حضرتك التاثيرات غير المباشره للحادثه الخاصه بحجيبه الشماع ووقعها على المجتمع المصري. احنا عندنا العقل الجمعي للمصريين فيه قناعات، فيه قيم، فيه مبادئ، فيه اخلاق، فيه مفاهيم، هو مجموعه من الحاجات. معلش اعذرني يا دكتور ان انا يعني قد يكون هو ده السؤال الاطول اللي هساله في حياتي يعني عشان اوصل الفكره يعني. اتفضل. لا يعني احنا في مسلسل مشهور اللي هو مسلسل بكيزه وزغلول. يعني كان الفنان كرم مطاوع بنته بره في امريكا، وكان زوجها طبيب مصري، وهي جايه عايزه في خلاف ما بين انها تعيش في مصر او تعيش في امريكا، فانتهى الموضوع على ان هو زوجها او عرسها المتقدم ليها يعني اللي هو زميل الدكتور كرم مطاوع عايز يثبت ليها ايه هي اخلاق المصريين، فادعى ان هو اصيب بازمه قلبيه فوقع في وسط الناس فتلمت عليه الناس عشان خاطر تساعده، فكان بيعقد لها مقارنه ما بين اخلاق الشعب المصري واخلاق الامريكان واهميه العيشه في مصر وما شابه، يعني كان وجهه نظر المشهد كده. في مشهد تاني في المقابل ان 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 دلوقتي مثلا لو حصلت حادثه وانت هتدخل عشان تساعد حد وتنقله للمستشفى، بدا الناس تنصح بعضها خد بالك انت هيسالوك وممكن يتهموك، فبدات فكره تصرف النخوه او الشهامه او كذا بدا يهتز. فاللي عايز اقوله لحضرتك يعني ملخص الفكره والسؤال ان العقل الجمعي للمصريين هو بيصعد وبيهبط، بيضاف اليه قناعات وبتحذف منه قناعات وفقا للمعطيات. فهنا تاثير حادثه حبيبه الشماع على العقل الجمعي للمصريين، هل هي هتساهم في حاله انتشار حاله من فقدان الثقه بين الناس وعمليه التشكيك والتخوين؟ انا اسف ان سؤالي الطويل يا دكتور يعني. لا أبدا. بص حضرتك، لما بيكون في حادث فردي فبيبقى امر عارض، يعني تاثيره ما بنقفش عنده كتير لانه حادث فردي مش متكرر. انما انا عاوز اوصل لحته بس، يعني الخلل شويه في منظومه القيم الشعب المصري، ربنا يكون في عونه، لانه من بعد 25 يناير 2011 مر باحداث جثام هي ممكن اللي عامله خلخله شويه، لما في جماعات ارهابيه طغت على السطح، لما شفنا حصار مؤسسات، لما شفنا حرق كنايس، لما شفنا قطع ودان، لما شفنا غزوة صناديق، لما شفنا بلدنا واللي مش عاجبه يطلع بره،
كل ده بيدي فقد لقيمة الحياة. يعني المشاهد الدموية اللي حصلت دي شوية خلت الناس عندها مفيش دافعية قوي تجاه حد بيموت، حد بيتعور، حد بيحصل له حادثة. بلس بقى ان دخول السوشيال ميديا فككت شوية برضو من منظومة القيم، وهوس الشهرة والترند خلت المسعف بدل ما يروح يسعف الناس اللي عامله حادثة يقف جنب منها ويتصور عشان يطلع بث مباشر. ففي امور فككت شوية. وان كان لما الدولة رجعت بشكلها الحقيقي ورسخت مفهوم الهوية بتاعت المواطن، انا ارى ان الدنيا اتلمت شوية، بمعنى ان دلوقتي بقى في ضوء منظومة الكاميرات اللي معمولة في الشوارع. على سبيل المثال مفيش شارع ما فيهوش كاميرات من خلال المحلات اللي موجودة او الكاميرات العامة اللي عاملها الدولة. بقى المواطن دلوقتي على ثقة ان لو في اي حد بيستغيث او حصل حادثة هيشيله وهيجري بيه، لان مش هيحتاج تحقيقات، مجرد نظرة لاي كاميرا قريبة معروف ان هو مش مدان. يعني حضرتك شايف ان المنظومة القيمية للمجتمع المصري انت شايف انها بخير؟ طبعا نتمنى طبعا يعني ابتدت تتلم. طبعا لا طبعا ابتدت تتلم، ابتدت تتلم وترجع تاني، انما عشان تتبلور بالشكل المرضي وفق معطيات كتير اكيد محتاجه وقت. دكتور وليد هيلدي استشاري الصحه النفسيه، انا بشكرك شكرا جزيلا. والمفروض ان احنا يعني كنا عايزين نستقبل مكالمات من الناس، بس يعني انا كنت يعني عايز اسال الدكتور قبل ما يقفل بس اساله سؤال مهم. هم بيقولوا لي هم اللي بيقولوا لي اساله سؤال مهم. يعني كنت عايز اناقش التصريح الخاص بالفنان احمد سعد وتاثيره على المجتمع. يعني هو قال، هو طبعا في الفنان عمرو سعد والفنان احمد سعد واخوهم العالم الجليل، والمفروض ان هو يعني كانت التصريح تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على ان الفنان يكسب العالم، يعني يكسبه كوضع مالي، يكسبه كريحيه او جوده حياه، يعني لا بمصحى يعني. يعني هل ده ممكن يبقى فيه ليه تاثير على الاجيال اللي طالعه وعلى الشباب في فكره ان انا يعني التعليم واهميته والعلم والفن يعني والمقارنة وحاجة زي كده ممكن يهز الـ يعني ثقة الشباب؟ هو سؤالك مهم جدا يا إبراهيم، بس احنا ممكن انت قفلتي مع الدكتور، ما هقول لك ما احنا ممكن نخصص له فقرة بجد نتكلم عنه علشان ما نخرجش من الـ من الـ من السياق بتاع الرعب والخوف وحالة الفزع اللي احنا عايشينها. انا شخصيا خايفة اخلي بنتي تركب اوبر او ديدي، انا مرعوبة، انا خايفة عليها جدا، انا مش مطمنة. زي ما قلنا في الاعداد طالبين نطلع فاصل، هنطلع فاصل يعني فاصل ونعود لحضراتكم. بس يا ابراهيم عايزين نقدم الفقرة الحوارية اللي هنخرج ليها بعد كده مع النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، والمستشار غلاب الخطاب الخبير القانوني، هنستضيفهم في الفقرة الحوارية، انتظرونا.